ترى كرم جت معاكوا الفيوم؟ لا الحمد لله سبتها مع جدتها، بس انا مش عارفه لما ارجع هقول لها ايه، مش عارفه هقول لها ايه لما تسالني عن باباها. هو اسمه ايه؟ هشام. مدام زينة، انا مقدر كويس جدا الموقف اللي انت فيه، بس يا ريت تحكي بالظبط ايه اللي حصل. طب مين اللي اقترح عليكم اللي تيجوا هنا؟ احنا قصدي انا وهشام كنا متعودين نيجي هنا كل فترة يعني عشان نغير جو. هشام كان ورث البيت ده عن بابا، وورث عنه كمان حبه لصيد البط. بط؟ وفي لسه حد بيصطاد بط دلوقتي؟ ايوه، وجيه وهشام ويوسف كان جمعهم حب البط، قصدي حب الصيد، وكانوا بيقولوا يعني انه بينسيهم ضغط الشغل. وجيه ويوسف دول اللي كانوا راكبين معاه في العربية؟ طب حاولي تفتكري كل تفصيلة. أول ما وصلتوا عملتوا إيه؟ ابتديتوا اليوم إزاي؟ بيض بيض؟ بيض إزاي يعني؟ بيض مسلوق وجبنة وعصير، يعني فطار خفيف على ما هما يروحوا يصطادوا البط اللي احنا هنتغدى بيه. انت اللي بلغتي مش كده؟ ايوه. وجوزك وجيه هو صاحب العربية؟ ايوه، وهو كمان اللي كان سايق. كنت عارفة ان في حاجة هتحصل، لا كنت متأكدة ان في حاجة هتحصل. ليه، هو في حد كان بيهددكوا ولا ايه؟ يوسف جوزك حكى لك حاجة؟ لاحظتي حاجة غريبة حصلت؟ شفت حلم. نعم، حلم ايه ده؟ كنت بولع شمع على العذراء وفجأة اتطفت من غير هوا، وجي مكانها سفرة طويلة. يوسف مد ايده عشان ياكل، بس انا لاحظت انها نية. حاولت احذره بس هو ما سمعش، مد ايده واكل اللحمة النية. مين ده؟ يوسف جوزي. انا ما كنتش عاوزة اجي السفرية دي، انما هو ما سمعش كلامي حتى بعد ما حكيت له الحلم، بس هو كان شبطان زي العيل الصغير. ايه وانتوا خلفين ولا ايه؟ لا انا بكلمك عن يوسف جوزي. بس ثانية واحدة اكسب. ايوه يا رني، عايزة ايه؟ الحق عليا، انا عايزة اطمن عليك. وانت عندك برد؟ انا كويس كويس، وما تصلش تاني بدل ما اعمل لك بلوك. كملي اتفضلي. كان بيعاملني احسن معاملة، عمره ما شخط فيا. الحقيقة ان التلاتة كانوا زي الملايكة، وكانوا بيحاولوا ان هما يعملوا كل اللي يقدروا عليه عشان يبسطونا النهاردة.